انا ليه ما يبقاش عندنا قناه النادي الاهلي بتذيع كل حاجه بتاعتنا؟ ليه ما تبقاش حاجه متطوره، حاجه كبيره؟ يعني الحمد لله الحمد لله، ده اللي حصل وده اللي تم، ان احنا دلوقتي عندنا حاجه بجد تفرح، حاجه تليق بالنادي الاهلي، ان هو النادي الاهلي دايما رقم واحد في كل حاجه، بقى في كل حاجه، في مبادئ، في اداره، في لعيبه، في جهاز فني. ف كمان زودنا حتة ان احنا يبقى عندنا قناة، وان شاء الله بإذن الله تبقى رقم واحد في كل القنوات اللي موجودة، يعني حاجة جميلة بصراحة. وان شاء الله دايما كده نبقى في تطور وتقدم، ونبقى رقم واحد دايما في كل حاجة. يعني بصوا، الماتشات الودية يعني طبعا انت عارف يا كريم، بقالنا 3 شهور ونص ما لعبناش ماتشات خالص، فحتى في اوروبا اول ماتشات الودية وكده كان الموضوع سلمة سلمة، بتاخده سلمة سلمة، وده بيبقى زي بروفا كده للماتشات الرسمي يعني. فهي واحدة واحدة، ويعني احنا الماتش الاولاني لعبنا 45 دقيقة، بعد كده دلوقتي مستر فايلر خلانا نلعب اكتر من 45 دقيقة. ف زي ما قلت لك، واحدة واحدة المجهود البدني بتاعك بيزيد، الفنيات بتاعتك بتزيد، السنس حتى بتاع الكورة واحدة واحدة بتبتدي تاخد كل ده. فإن شاء الله بإذن الله يعني عملنا ماتشين كويسين الحمد لله، وبنستعد وخلاص يعني الدوري إن شاء الله. أول ماتش أهو يوم 9 إن شاء الله، يوم 9/8، ربنا يكرم ان شاء الله، ونبتدي بداية زي ما كنا ماشيين في الدوري، وهو ده هدفنا يعني، هو ده هدفك ان انت دايما خلاص طالما لعبت البطولة لازم هتاخدها بإذن الله يعني.